حبايبي الابطال، اهلا بيكم ومعاكم في السوشيال ميديا اللي مش هتخلص شكلها كده، وكل يوم في جديد. ضيف لحساباتك، ضيف لحساب الفيسبوك، ضيف لحساب تويتر، وضيف لانستا، وضيف لكمان تعال معايا خطوات ادمود وهات يو كان جوجل ات. تقدر تبحث في جوجل على طول، اول اختيار بيظهر لك ادمود وهو ده المطلوب بتاعنا. طبعا في ستودنت، طالب، تيتشرز، معلم، ادمودو ساين اب. اول ما تدوس عليه الاختيار ده هيظهر لك الصفحه دي. لو باللغه العربيه تعلم معنا او معا نتعلم افضل. لو باللغه الانجليزيه هيبان لك learn better together، هيبان لك بالظبط بالشكل ده sign up for a free account، التحق لحساب مجاني او الدخول لاول مره بعمل sign up. لما تيجي تدخل تاني مرة بعد كده مش هيقولك sign up، هيقولك sign in طبعا عشان انت عملت account. تمام. لما بتدخل على sign up قدامك يا بطل في ادمودو قدامك let's get you started، يلا بينا نبدأ. هتدخل بقى انت طالب ولا معلم ولا ولي امر. لو انت معلم هتدخل على teacher account اللي هي الاولى دي وتكمل عليها البيانات بتاعتك. لو انت طالب student account او حساب الطالب. لو انت ولي امر هتدخل على التالتة اللي هي parent account. تمام. لو انت دخلت قبل كده زي ما انت شايف كده هيقول لك you have او click here to login لو انت عندك حساب اساسا. طيب ما عنديش حساب اعمل ايه؟ انا لسه بكمل الخطوات عشان يبقى لي حساب. يلا بينا نكمل حسابنا. ولما بدوس انا طالب دلوقتي يبقى هدوس ايه؟ student account اللي في النص. حلو كده؟ بدوس عليها بتظهر لي بيقول لي ادمودو فور ستودنتس للطلبة. قدامك يا بطل ثلاث خيارات. تمام؟ الخيار الاول انك انت sign up with جوجل. لو انت عندك حساب جوجل تقدر تدخل بيه عادي جدا خالص. ممكن sign up with office 365 لو حابب. لو مش حابب ده او ده، يعني مش حابب جوجل تدخل بيه او مش حابب sign up office 365، تقدر تعمل account لا ده ولا ده. خلاص انا ولا عايز ده ولا ده، انا عايز account بتاعي يبقى يونيك فريد. تعال يا سيدي نعمل حساب فريد. هتدخل first name الاسم الاول، last name اسمك، class code الكود بتاع الفصل اللي انت هتاخده من المدرس، ويوزر نيم هتكتب الاسم زي ما بتعمل حساب فيسبوك بالظبط. ايميل هتكتب الايميل بتاعك وده اوبشنال، يعني ممكن او ممكن لا، اختياري يعني. وهتعمل ليك باسورد. يبقى انت كده تعمل ساين اب فور فري، عملت يا بطل الدخول الاول وعملت حساب وليك حساب زي الفيس وزي الواتس وزي تويتر، ليك حساب على ادمودو. طيب عملت حساب على ادمودو، بعد كده هتيجي تدخل كده المرة دي لوج ان، انت بتدخل لاني اوريدي عندك حساب. لما بتيجي تدخل بيقول لك انت ايه، I am a teacher، طالب ولا معلم ولا parent، برضو هتقول له انا ايه على حسب. طبعا انت كطالب هتقول له I am a student، طالب. فبتكتب اليوزر نيم بتاعك اللي انت كتبته وتكتب الباسورد اللي انت كتبته قبل كده، وبكده بتبقى دخلت. تكتب اليوزر نيم وبتكتب الباسورد. تمام. وبتدخل وتكتب، يقول لك اكتب لي جروب كود، الكود بتاع الفصل اللي هو اخدته من المعلم بتاعك. وبتدخل الجروب، دخلت كده الجروب، عملت كريت اكاونت، عملت حساب ودخلت الجروب. تدخل الجروب هتلاقي بالظبط جروب في الواتساب، بالظبط جروب في الفيس. تقدر ترسل اللي انت عايز تبعته، وتقدر تبعت او ترسل اول رسالة ليك، وتتعامل مع المعلم بتاع الفصل وتتعامل مع الزملاء كمان كده. طبعا انا عشان ما عنديش جروب هيبان لي دي، لكن لو عندي انا كتبت اي جروب فبيبان لي دي، لكن لو عندي جروب هيدخلني على طول. يبقى انت كده انشأت حساب يا بطل. تمام بكده حبايبي، يبقى عندك حساب كده، عندك دخلت المنصة كده، تقدر تتفاعل وترسل لمدرسك ومدرسك يرسل لك كل جديد. بالتوفيق يا ابطال، جود لك، باي باي. وتعملوا سبسكرايب، اشعل الجرس،
انا اوصل لكم كل جديد. جود لك.